هتدوب معاكم دلوقتي، هيبقى بس شوية أفكار على البريستريس يعني بتيجي في الامتحانات. السكشن بتاع النهاردة هنتكلم على حاجة اسمها تشيك ستريسز. يعني إيه تشيك ستريسز؟ يعني إحنا عايزين نشوف الإجهادات النهائية الناتجة على العنصر نتيجة البريستريس، هل الإجهادات دي سيف ولا أنسيف؟ فبنقول الخطوة دي اسمها تشيك ستريسز. فمبدئيا كده قبل ما نعمل تشيك ستريس، تعال نشوف ايه هي البري ستريسنج فورس اللي عندنا، او ايه هي القوه بتاع البري ستريس اصلا اللي موجوده عموما. يعني في نوعين من البري ستريسنج فورس، حاجه اسمها الانيشال فورس او الافكتيف فورس. يعني ايه الانيشال فورس؟ يعني لو سعادتك كده شديت الكابل وبعد كده سبت الكابل يضغط على الخرسانه، فاول ما الكابل يضغط على الخرسانه القوه اللي بيضغط فيها في البدايه خالص اسمها انيشال فورس، يعني قوه مبدئيه للكابل قبل ما يحصل لها اي فوق. فالانيشال فورس للقوه اللي بيضغط بيها الكابل على الخرسانه قبل ما يحصل اي فوق في القوه دي، وبنسميها البي اي او البي انيشال. يعني ده بيبقى في الاول خالص، في البدايه خالص. بعد فتره كده هتلاقي القوه اللي في الكابل بتقل شويه لان بيحصل لها شويه فوق زي ما انت خدت في المحاضره. فيبقى القوه بتتنقل من حاجه اسمها البي اي لحاجه اسمها البي افكتيف او الافكتيف فورس. القوة اللي بتأثر بقى بالكابل، اللي بيأثر الكابل بيها على الخرسانة بعد فترة من الزمن، بعد شوية، فبنسميها البي افكت. طب تتوقع البي افكت دي بتساوي ايه؟ قال لك البي افكت دي اكيد بتساوي البي انيشال ناقص شوية الفواقد اللي حصل. فيبقى البي افكت تعريفها ايه؟ او بنرمز لها بالرمز بي اي. تعريفها هي القوة الفعالة بقى، دي القوة في الكابلات بعد ما خلاص الفواقد حصل، فدي القوة النهائية. طب بتساوي ايه البي اي؟ قال لك بتساوي واحد ناقص الفواقد في البي اي، او بتساوي البي اي نسبة الفواقد في البي اي، لان الراجل ده بيديك نسبة الفواقد كنسبة من التوتال بي او من البي اي، من الانيشال بي. يعني بيقول لك الفواقد مثلا 20% من القوة، يبقى كام؟ 80% دي اجيبها ازاي؟ واحد ناقص 2 من 10 اللي هي 20% اضربها في البي اي، فيبقى 80% من البي اي. يبقى البي اي بتتاخد نسبه من الفواقد، واسف، البي اي بتتاخد نسبه من البي اي. ليه؟ لان بيشيل منها الفواقد، والفواقد دي اساسا نسبه من البي اي. طب الفواقد دي بتتقدر بقد ايه بقى من البي اي؟ بتتاخد حوالي من 10 ل 20%. في بقى انواع الفواقد المفروض انت خدتها في المحاضره، حاجه اسمها الفواقد اللونج تيرم والشورت تيرم وهكذا، فانت المفروض خدت الكلام ده في المحاضره، ما لكش انك تحسبه، انت ليك بس انك تبقى عارف انواع الفواقد بس. وفي الاخر الفواقد كلها بتتقدر من 10 ل 20%. يبقى الخلاصه ايه؟ ان احنا على الخرسانه بنسميها البي ان تانية، بعد ما يحصل شويه فواقد في القوه دي انت عايز تجيب البي افكتيف. البي بتساوي واحد اضربها في البي انيشال، او هي هي البي انيشال ناقص الار في البي انيشال، هي هي. طب كان عارف القوه الابتدائيه للكابل والقوه النهائيه للكابل، دي القوه نتيجه الكابلات سواء ابتدائيه انيشال او نهائيه افكت. طب القوه بقى اللي بتاثر على العنصر الخرساني والكابلات دي بتاثر فيه، بمعنى دلوقتي عندي العنصر في كابل وعليه قوه بقى اللي هي فيرتيكال لود، دي قوه بتاثر كضغط اللي هي البي انيشال او البي اي. عندي كمان تتوقع الفيرتيكال لود اللي بيأثر مع البي انيشال اسمه ايه، والفيرتيكال لود اللي بيأثر مع البي افكتيف اسمه ايه؟ فده اللي احنا عايزين نعرفه. فنقول لك ده دخلنا جوه حاجه اسمها الاستيجات بتاعه البري ستريسنج، البري ستريسنج ستيجز، المراحل اللي العنصر بيمر بيها وهو بيحصل له بري ستريس. قبل ما نكتب الكلام ده احكي لك كده حكايه بسيطه. لو انت عندك كاميرا وانت في البدايه خالص بتشد الكابل سواء كان بري تنشن او بوست تنشن مش فارق، وبعد كده بتصب الخرسانه وبعد كده تقطع الكابل، تلاقي ان في الاول خالص الكاميرا دي شايله وزنها وشايله البري ستريسنج فورس الابتدائيه خالص، ده في الاول. فنقول لك المرحلة دي بنسميها مرحلة الترانسفيرس، هي المرحلة اللي يبقى العنصر الخرساني شايل وزنه بس
وعليه كمان القوة الانيشيال بتاعت الايه؟ بتاعت البري ستريس. بعد فترة ساعتك حبيت بقى ايه؟ تستخدم العنصر ده. فعملت عليه شوية تشطيبات عشان تستخدمه، ولو كانت بلاطة مثلا. فعملت عليه شوية تشطيبات، حطيت بقى البلاط وحطيت السريك الكلام ده. وبالتالي بقى العنصر بتاعك عليه مين؟ عليه التشطيبات. بقى الحمل اللي بيأثر على العنصر حاجتين، وزنه والتشطيبات. ده الحمل البري. تتوقع التشطيبات دي بتتم في يوم وليلة ولا بتاخد وقت؟ لا بتاخد وقت. فيبقى القوة اللي في البري ستريس لو في كابل في البلاط، هل ده البي انيشال ولا هيكون فقد شوية قوة؟ قال لك لا هيكون فقدت شوية. المرحلة الثانية دي بنسميها مرحلة الوركينج ستيج، اللي هي مرحلة تشغيل بقى العنصر عايز استخدمه. فبيبقى اللي بيأثر على العنصر ايه؟ الديد لود. الديد لود اللي هو مين؟ الاون ويز الفلور كفر، ومعاه البي افكت. بعد فترة من التشغيل سعادتك بدأت بقى تستخدم العنصر تحط عليه لايف لود كمان. يعني بدأت ناس تمشي على العنصر ده، تمشي على البلاطة. فبقى الوزن الفيرتيكال اللي بيأثر على البلاطة ايه؟ وزن البلاطة والفلور كفر واللايف لود. فده بنسميه التوتال لود. وما زال اللي بيأثر على العنصر كضغط البي افكتيف. خلاص بقت البي افكتيف هي اللي بتأثر. دي اسمها مرحلة وركينج ستيج برضه، بس كيس اتنين. يبقى الوركينج ستيج متقسمة لاتنين كيس. الكيس الأولانية إن سعادتك تكون عليك الأون ويت والفلور كفر بس، والقوة اللي بتأثر ضغط اسمها البي افكتيف. الكيس رقم اتنين ان يبقى على العنصر بتاعك التوتال لود اللي هو الديد لود سواء فلور كفر او اون ويت، وتزود عليه اللايف لود، ويبقى عليك برضه كضغط البي افكت. لحد هنا دي مراحل التشيك ستريسز اللي هي سواء ترانسفير او وركينج ستيج. المرحله الثالثه اللي بنصمم بيها البري ستريس حاجه اسمها الالتيميت ستيج. ده بيبقى عليها ايه بقى؟ بيبقى عليها البي افكتيف ويبقى عليها الالتيميت لود، يعني التوتال لود بس مضروب في 1.5. نصمم. طب هل المرحله اللي هنتعرض لها الالتيميت دي المفروض ديزاين، وانت مش هتعمل ديزاين معانا انت. فانت دايما هتبقى المرحلتين بتوعك الترانسفير اللي هي المرحله اللي العنصر شايل وزنه فيها بس وعليه البي انيشال، والوركينج اللي العنصر شايل فيها يا اما الديد لود توتال يا اما الديد لود زائد اللايف لود، وفي كلا الحالتين هو شايل البي افكتيف. دي المراحل اللي احنا هنتعرض لها. تعال بقى، حد مش فاهم ده يا شباب؟ تمام يا ريس. تعال بقى نكتب الكلام ده. فالمرحله رقم واحد الترانسفير ستيج، دي المرحله اللي في البدايه خالص، انت لسه صاحب العنصر جديد طازه، فهو مش شايل غير وزنه وشايل البي انيشال. فدي المرحله الانتقاليه في بدايه التحميل، واللي بيأثر فيها الوزن الذاتي اللي هو الاون ويت. وابقى عارف ان معايا الاون ويت ده لو هتأثر ببري ستريس هيبقى البي انيشال مش البي افكتيف، لان لسه في البدايه خالص. فانت بي. المرحله الثانيه حاجه اسمها الوركينج ستيج او بنسميها السيرفيس ستيج، ودي بتتقسم لمرحلتين، يا كيس 1 يا كيس 2 زي ما حكيت لك من شويه. كيس 1 اللي بيأثر عليك الديد لود توتال اللي هو مين؟ الاون ويت زائد الفلور كفر. يبقى الحمل اللي بيأثر عليك الديد لود توتال الاون ويت زائد الفلور كفر. طب الكيس رقم 2 اللي بيأثر عليك الديد لود واللايف لود بنسميه التوتال لود. التوتال لود اللي هو الديد لود توتال وزودت عليه كمان اللايف. الاثنين دول سواء كيس 1 او كيس 2 فده بيحصل بعد فتره. فطالما حصل بعد فتره يبقى البي اللي بتأثر في البري ستريس هي البي افكتيف. لحد هنا دي المراحل اللي هنعمل عليها تشيكات. طب المرحله رقم 3 مرحله الالتيميت ستيج، دي مرحله الديزاين. فانت مالكش دعوه بيها. اللي بيأثر عندك ايه؟ اللي بيأثر عندك الالتيميت لود اللي هو 1.4 الديد زائد 1.6 اللايف. ودي مرحله التحميل القصوى للكاميرا، ودي بنستخدمها عشان نعمل ديزاين بس. يبقى دي المراحل اللي بتمر بيها اي كاميرا. طيب انت عايز تعمل ايه بقى النهارده؟ انا عايز اخش جوه كل مرحله من دول ونشوف الاستريس النهائيه اللي بتاثر على القطاع سيف ولا انسي. يعني ايه استريس نهائي؟ يعني انت القطاع بيأثر عليه في المرحله مثلا ترانسفير مثلا، بيأثر عليه قوه ضغط بي انيشال، وبيأثر عليه وزن المنشأ اون وي. ده حمل فيرتيكال وده حمل بري ستريس. الحملين دول مع بعض
بيطلعك قطاع في الاخر خالص استرس. الاسترس ده يكون ضغط يا شد. عايز اعرف بقى الاسترس اللي طلع ده سيف ولا انسي؟ طب هعرف ازاي؟ هعرف ان اقارن الاسترس اللي طلع من الاحمال الخارجيه بالقلاوه بالاسترس المتاح في الكود. والله لو الاسترس بتاع الاحمال الخارجيه اقل من الاسترس المتاح في الكود فيبقى كده العنصر سيف. لو الاسترس بتاع الاحمال الخارجيه اكبر من الاسترس المتاح في الكود فيبقى العنصر انسي. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ هخش كل ما اقول لك الاسترس المتاح بكام وبعد كده نطبق في مساله نحسب الاسترس بتاع الاحمال الخارجيه ونقارنه بالاسترس المتاح. ده موضوع السكشن. يعني كده ممكن اقفل السكشن وامشي بعد ما اقول لك الاسترس المتاح. حل معاك مساله يا عم ايه يعني عشان تبقى عرفت المساله بتتحل ازاي. فتعال كده نشوف احنا ازاي بقى او ايه هي الاسترس المتاحه في الكود في كل مرحله من دول. وقلت لك انا هتكلم في مرحلتين الترانسفير والوركينج، دول بتوع التشيك. الالتيميت ده بتاع الديزاين مالناش دعوه بيه. فتعال الاول نتكلم على الترانسفير ستيت. قبل ما اقول لك الالاو والاسترس تعال الاول نقول ايه هي القوى الخارجيه اللي بتاثر على الترانسفير ستيت. زي ما اتفقنا ان الترانسفير ستيت بيأثر عليها الاون ويت وبيأثر عليها البي انيشال وفي الاخر خالص كاتب لك حاجه اسمها الاف سي يو اي. ايه ده بقى؟ ساعتك قلت لك الترانسفير ستيج دي مرحله في البدايه خالص بعد ما صبيت العنصر، يعني بتبقى لسه الخرسانه ما اكتسبتش مقاومتها كامله. المرحله دي بتبقى في حدود 6 ايام 7 ايام في الاول خالص، فهي الخرسانه ما اكتسبتش كل المقاومه، تبقى اكتسبت نسبه من المقاومه. فنقول لك يبقى خلاص خد بالك بقى ان في الترانسفير ستيج اما تيجي تتعامل مع مقاومه الخرسانه هتبقى حاجه اسمها الاف سي يو اي انيشال مش الاف سي يو العاديه. ليه؟ لان لسه الكلام لسه طازه، لسه الخرسانه طازه. طب الاف سي يو اي دي بكام؟ ده احنا كاتبينه او موجود في جدول في الكود وفي المحاضره حسب الاف سي يو. طب بكام القيم دي؟ قال لك بقى لو الاف سي يو ب 30 فهتلاقي ان الاف سي يو اي اكيد اقل منها ب 25. الاف سي يو لو 35 فالاف سي يو اي ب 27 ميجا باسكال، 40 تبقى 30، 45 تبقى 34. يبقى جيفن في الحل يبقى سعادتك حافظ بس بتاع ال 30 وال 35. طيب يبقى يا اما جيفن يا اما تحفظ اول قيمتين، او ممكن نقول لك ان القيم بتاع الاف سي يو انيشال خدها تقريبا ب 8 من 10 من تقريبا بتطلع القيم دي 8 من 10 من الاف سي يو. يبقى ده كده انا عرفت يعني ايه اف سي يو اي وعرفت كمان بتتحسب ازاي. بستخدمها في ايه بقى دي؟ دي مقاومه الخرسانه في المرحله اللي اسمها ترانسفير ستيت في المرحله الاوليه خالص. طيب البي انيشال اتفقنا هي القوه اللي بتلاقيها للكابلات. طب والاون ويت؟ الاون ويت بتاع اي عنصر وزن اي عنصر بيساوي الجافا كونكريت مضروب في الاريا. والجافا كونكريت سعادتك عارف انها ب 25 كيلو نيوتن على المتر المكعب. فيبقى الاون ويت بتاع اي عنصر جاما كونكريت مضروب في الاريا. اما كنا بنجيب الاون ويت بتاع الكاميرا كنا بنقول لك جاما كونكريت في البي في التي ناقص تي اس. فالبي ناقص في الاي عنصر بيساوي جاما كونكريت في الاريا. كان سريعا في الترانسفير ستيج اللي بتعامل مع جهاز الخرسانه بتعامل مع حاجه اسمها الاف سي. حد عنده سؤال؟ الصوت بيقطع خالص يا ريس. الصوت بيقطع؟ اه. بيقطع كده؟ بيقطع كده يا ريس ولا ايه؟ لا كده تمام كده. بيقطع كده يا شباب الصوت الناس سامعاني ولا لا؟ تمام؟ سامعيني يا جماعة؟ اه وربنا ايوه يا باشمهندس سامعيني.
شوفه بيقطع عندي، عندي لسه مشكلة ولا ايه؟ بسطرة كده خفيفة للراوتر يا باشمهندس والدنيا هتظبط. متأكد واضح كده يا شباب الصوت؟ ايوه يا ريس واضح. تمام. الشاشة ظاهرة كده؟ ايوه يا ريس. كنا بنقول ان الترانسفير ستيج اللي بيأثر عندي الاون ويت والبي انيشال، واللي بيأثر كاف سي يو كاجهاد خرسانه هو الاف سي يو انيشال مش الاف سي يو العاديه، لان لسه العنصر مضبوط جديد. طب عايزين بقى نعرف الالاوبل ستريس في الترانسفير ستيج اللي هقارن بيها الستريس الخارجيه. الالاوبل ستريس يا باشمهندس بتنقسم لحاجتين، يا اما الاوبل ستريس كومبريشن يا اما الاوبل ستريس تنشن. يعني في الاوبل ستريس للكمبريشن وفي الاوبل ستريس للتنشن. يقول لك بقى ان الاوبل ستريس كومبريشن، لو انت عندك كاميرا، لو عندك كاميرا سيمبل زي اللي قدام سعادتك دي، لو عندك كاميرا سيمبل كده وسعادتك بتروح او رحت تحسب تحسب الاستريسز عند قطاع في نص الكاميرا، فقال لك لو انت بتحسب عند القطاع في نص الكاميرا فيبقى الاف سي الاف سي الاف كومبريشن الاوبل بتاعت القطاع ده ب 48% الاف سي او اي. يعني لو بتحسب الاستريسات للقطاع في نص الكاميرا كده فيبقى الاف كومبريشن الاوبل ب 48% بالاف سي او اي. طب لو بحسب الاستريس للقطاع على طرف الكاميرا عند الركيزه، لو قطاع عند الركيزه فيبقى الاف كومبريشن الاوبل ب 55% الاف سي اي. الكلام ده حفظ بقى، الاوبل ستريس دي حفظ عشان سعادتك هتقارن بيها. ده في الكومبريشن. طب في التنشن، لو انت بتحسب برضو القطاع بتاعك في نص الكاميرا فالاف تنشن الاوبل ب 22% جذر الاف سي اي. ايه ده يا باشمهندس، هي الخرسانه بتشيل شد؟ قال لك اه، ده الاف تنشن الاوبل بتاع الخرسانه في حاله الترانسفير ستيت 22% جذر الاف سي اي، فهي قيمه صغيره خالص. طب لو انت بتحسب القطاع عند الركيزه لو القطاع بتاعك عند الركيزه فبناخد الاف تنشن الاوبل ب 44% جذر الاف سي اي. ايه القيم اللي مكتوبه قدامك دي؟ دي الاوبل ستريس اللي هقارن بيه في حاله الترانسفير ستيج. هجيب الاستريسز الناتجه من الاحمال واقارنها بالاستريسات الاوبل. لو انت جايب الاستريس الناتجه من الاحمال عند قطاع في نص الكاميرا فالالاوبل كومبريشن ب 48% الاف سي اي والالاوبل تنشن ب 22% جذر الاف سي اي. لو القطاع بتاعك عند الركيزه فالالاوبل استريس الكومبريشن 55% الاف سي اي وفي التنشن 44% جذر الاف سي اي. حد مش فاهم ده يا جماعه؟ قلنا دي حفظ بقى يا شباب. طب ما تيجي نشوف الالاوبل ستريس في المرحله الثانيه اللي هي الوركينج ستيج او السيرفيس ستيج. تعال كده نشوف الالاوبل ستريس فيه عامل ازاي. لو اتكلمت على الوركينج ستيج فانت بتتكلم على مرحلتين، كيس 1 وكيس 2. المرحله اللي اسمها كيس 1 ده بيبقى بيأثر على المنشا الاون ويت او التوتال ديد لود، وبيأثر عليه كمان البي افكتيف. امال في الكيس 2 بيأثر على المنشا التوتال لود وبيأثر برضه البي اكتيف البي افكتيف. فقال لك في الكيس 1 اللي بيأثر هنا البي افكتيف والديد لود توتال. ولو انت هتتعامل مع ستريس الخرسانه
فالكيس رقم 2 دي او اسف وركينج ستيج دي تبقى بعد فتره زمنيه كبيره يعني 14 يوم او 20 يوم او كده، فيبقى الخرسانه تقريبا اكتسبت مقاومتها كامله، فتتعامل مع الاستريس بتاع الخرسانه ايه اف سي يو مش الاف سي اي. يبقى انت في مرحله الوركينج ستيج بتعامل مع الخرسانه اف سي يو انيشال، في مرحله الترانسفير اسف اف سي يو انيشال، في الوركينج ستيج بتعامل مع الاف سي يو بس. اشمعنى؟ لان الخرسانه اكتسبت مقاومتها كامله. ده القوة اللي بتأثر في كيس واحد بي افكتيف ديد لود اف سي يو. طب وكيس اتنين بي افكتيف وتوتال لود والاف سي يو برضه، لان اساسا كيس اتنين بتحصل بعد كيس واحد، فاكيد الخرسانه بتسبب مقاومتها، واكيد الحمل بتاع الكابل بقى اسمه بي افكتيف، والحمل اللي جاي من بره اسمه التوتال لود بقى مش الديد لود بس، لان اللايف لود اشتغل معانا. طب عايزين نكتب الالاوبل ستريس في كيس واحد، ركز معايا بقى في الحته دي عشان الحته دي مهمه. الالاوبل ستريس قلت لك يا كومبريشن يا تنشن. في الكيس 1 او كيس 2 عموما في الوركينج ستيج بنقسم المباني لاربع مباني، حاجه اسمها مبنى كيس A ومبنى كيس B وكيس C وكيس D. في الامتحان هيبقى مديك الكيس بتاعتك ايه، هيديها لك كنوع يعني، هيقول لك انت ايه ولا بي ولا سي ولا دي، فانت مش هتحدد الانواع ايه. ففي الامتحان بيبقى مديك مبنى من الاربعه دول، بنصنف دايما القطاعات لاربع تصنيفات، وفي الامتحان هيجي يقول لك القطاع بتاعك او التصنيف بتاعك ايه، مش هيسيبك. فالتصنيفات اللي عندنا اربع تصنيفات A و B و C و D. لو انت يا ريس في الامتحان مديك المنشا بتاعك او القطاع بتاعك A او B، القطاع بتاعك كيس A او كيس B، فالالاوبل كومبريشن الالاوبل كومبريشن ستريس للوركينج ستيج بيبقى اف سي الاوبل بتساوي 35 من 100 الاف سي يو. ده لو انت A او B. يعني لو جالك كده فرص السؤال قال لك جميع القطاعات كيس A، فانت وانت بتعمل تشيك على الالاوبل ستريس في كيس 1 دي يبقى الاف سي الاول بتاعك 35 من 100 الاف سي يو. طب لو انت في الامتحان قال لك ان الكيس بتاعتك سي او دي، يعني المبنى كيس سي او كيس دي، يبقى انت مش محتاج اساسا تعمل تشيك كومبريشن على القطاع اللي في كيس 1، مش محتاج اصلا. يعني اللي في كيس 1 اما تحمل القطاع ديد لود وبي افكتيف ما تعملش عليه تشيك كومبريشن. امتى؟ لو انت كيس سي او دي ما تعملش كومبريشن خالص، مالكش دعوه بالكومبريشن، خليك في التنشن. طب يا باشمهندس لو كان بقى تنشن، الالاوبل بتاع الاستريس التنشن ايه حسب كل حاجه من دول؟ لو انت كيس ايه وبنسميها، لو انت طابع يعني اكتبها جنبها، بنسميها الفول بري ستريسنج. كيس ايه اللي هي الفول بري ستريسنج. ليه فول بري ستريسنج؟ لان بيقول لك اهو ان الاف تنشن الاوبل بصفر، يعني العنصر معلوش اي تنشن، عليه كل كومبريشن، فبنسمي الحاجه العنصر اللي عليه كل كومبريشن بنسميه فول بري ستريسنج. لا لو انت كيس ايه يا عم، انا مش عارف جبنا لم الدنيا عادي بس قبل ما يكاد يا جماعه. لو انت كيس بي والمبنى هيديهولك، هيقول لك كيس بي ده هو هيقول لك النوع، فالاف تنشن الاوبل بكيف الاف سي تي ار. ايه الكي دي؟ الكي دي هتكون ب 75 من 100 لو انت بتعمل تشيك على سلابات، واحد لو اي عنصر تاني. احنا دايما هتلاقي في الامتحان بيجي لك كاميرا، فيبقى الكي بكام؟ بواحد. فالاف تنشن الاوبل بواحد في الاف سي تي ار. طب الاف سي تي ار بكام؟ 6 من 10 جذر الاف سي يو، اجهاد الشد اللي الخرسانه بتشيله. ده لو انت كيس بي. لو انت كيس سي فقال لك يبقى الاف تنشن الاول بتساوي 9 من 10 جذر الاف سي يو، زود القيمه بس بدل ما هي 6 من 10 في الاف سي تي ار خليها 9 من 10. طب لو انت كيس دي فالاف تنشن الاول اكبر من 9 من 10 من جذر الاف سي يو،
يعني ايه اكبر دي؟ اكبر لحد فين؟ قال لك يعني كيس دي مش محتاج تعمل اساسا تشيك على التنشن، مش محتاج. ليه مش محتاج؟ لان القلاوب الاساسا اكبر من 9 من 10 جهاز الاف سي يو. اكبر لحد فين؟ الكود مش محدد، يعني الكود مش قايل لك اكبر لحد ليميت كام. بالتالي يبقى الاف تنشن القلاوب ما لا نهايه لحد الاخر. يبقى انت اي ستريس تنشن هيطلع في كيس دي سيف، مش محتاج له تشيك. وبالتالي كيس دي مش محتاجه تشيك على التنشن ومش محتاجه تشيك على الكومبريشن، فدي استحاله تيجي في الامتحان. هيقول لك اعمل تشيك على ايه اذا كان اصلا مالوش تشيك كومبريشن ولا تشيك تنشن. فتكتب كده لنفسك استحاله كيس دي تيجي في الامتحان، فلو انت مش عايز تحفظها ما تحفظهاش اصلا. بس في نظري لو انت كيس دي يا باشمهندس استحاله تيجي في الامتحان، لانها مش محتاجه لا تشيك كومبريشن ولا تشيك تنشن. فيبقى يا باشمهندس الكلام بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت لو وركينج ستيج بقسم نفسي حاجتين، يا كيس 1 يا كيس 2، وهنعمل الحالتين في التشيك. يعني مره هعمل التشيك على كيس 1 ومره هعمل التشيك على كيس 2. فلو انت بتعمل التشيك على كيس 1 يعني بتحسب الاسترسات الخارجيه نتيجه الديد لود والبي افكتيف، فالالاو الاسترس بتاعك كومبريشن وتنشن. الكومبريشن والتنشن بينقسموا حسب نوع القطاع A ولا B ولا C ولا D. طب الانواع دي هتيجي منين؟ هيديها لك جيفن في الامتحان. كلام جميل قوي. طيب الالاو والكومبريشن ايه؟ لو قال لك في الامتحان ان القطاع كيس A او كيس B، فالالاو والكومبريشن في كيس 1 ده ايه؟ ب 35% الاف سي يو. اشمعنى الاف سي يو؟ لانك في الوركينج ستيج، وانت في الوركينج ستيج اصلا بتتعامل مع الاف سي يو. طب لو قالك في الامتحان انت كيس سي او كيس دي، فانت اساسا ما تعملش اي تشيك على الاستريس الكومبريشن. بمعنى لو طلع ان الاستريس الكومبريشن من فوق نتيجه الاحمال الخارجيه 500,000 وانت كيس سي او دي، فده معناه ان الاستريس ده سيف، لانك مش محتاج انك تعمل تشيك. ماليش دعوه الكود تطلع بكام، تطلع باي حاجه، هو الكود قايل لي ما تعملش تشيك، مش عامل تشيك. طب الاستريس التنشن الالاوبل لو انت كيس ايه، فبنسميها الفول بري ستريس، يبقى الاف تنشن الالاوبل بيساوي صفر. لو انت كيس بي، فبنسمي دي الاف تنشن الالاوبل بتساوي كي في الاف سي تي ار، والكي دايما بواحد، لانك دايما اذر حاجه من اذر سيكشن مش ستابس. لو انت كيس سي، فالاف تنشن الاول بتساوي 9 من 10 جذر الاف سي يو، كبرها شويه عن اللي فات. لو انت كيس دي، فانت المفروض ان الاف تنشن الاول ما لا نهايه اكبر من 9 من 10، فهو ما لا نهايه. وبالتالي كيس دي مش محتاجه تشيك في الكومبريشن ولا في التنشن، فدي استحاله تيجي في الامتحان. عمره ما هيقول لك اعمل تشيك على كيس دي، مش هيقول لك كده. اللي بيجي في الامتحان يا كيس ايه يا كيس بي، وغالبا في الامتحان هيجي لك كيس ايه، هيقول لك فول بري ستريسنج، عشان دكتور صلاح دايما بيجيب فول بري ستريسنج. فانت ركز شويه معايا على مين، على كيس ايه. طيب لو انت كيس 2 بقى وعايزين نجيب الالاو الاستريس، قال لك الالاو الاستريس في كيس 2 برضو بينقسم لحاجتين، كومبريشن وتنشن، وبنقسم برضو المبنى ل A و B و C و D. وبنقسم المبنى بتاعنا ل A و B و C و D، فبرضه هيجي لك في الامتحان يقول لك انت A ولا B ولا C ولا D. طب ال F compression allowable بكام؟ ب 4 من 10 ال F C U، ده لو انت A او B. لو انت A او B فانت ال F compression allowable ب 4 من 10 ال F C U. طب لو انت C او D، not needed، مش محتاج تعمل تشيك كومبريشن اصلا. هو يا باشمهندس هعمل تشيك تاني ليه؟ ليه ما اكتفيتش بده؟ لان الكيس دي كيس واحد، بجيب الاستريسز الخارجيه نتيجه الديد لود والبي افكتيف. كيس اتنين، بجيب الاستريس الخارجي نتيجه التوتال لود والبي افكتيف. فالاستريس الخارجي هنا في كيس اتنين غير الاستريس الخارجي هنا في كيس واحد، فعشان كده بعمل مرتين تشيك مرتين. فهتقول لك بقى الكومبريشن الاول 4 من 10 اف سي يو، ده لو انت A او B. لو C او D ما تعملش تشيك.
التنشن نفس القيم دي بالظبط صفر برضو، وكيف الـ FCTR و9 من 10 واكبر من 9 من 10. حد مش فاهم ده يا جماعه؟ اتفضل. طب انا ما مش ممكن اقوم اعمل تشيك على التوتال لود ولو هو سيف يبقى سيفت الحاله اللي قبلها؟ لا لازم تعمل الحاله اللي قبلها كمان، لان الالاوب هنا 35 الى 4 من 10 كومبريشن، ففي فرق في الالاوب، الالاوب في الحاله دي اصغر. تمام يا ريس؟ تمام يا ريس. حد عنده سؤال يا جماعه؟ طيب تعالى بقى نكمل كده يا باشمهندس. انا كده فهمت ان المباني بتاعتي مقسومه A و B و C و D. ايه بقى المبنى A ده؟ وايه المبنى B؟ وايه المبنى C؟ وايه المبنى D؟ ايه القطاعات دي؟ تعالى كده نعرف مع بعض ايه هو كيس A ده. قال لك كيس A بنسميه الفول بري ستريسنج، البري ستريسنج الكامل. طب ده تعريفه ايه؟ قال لك ده قطاع ممنوع ان هو يشرخ والالاوب التنشن عليه بصفر، يعني ما يبقاش عليه اي ستريس تنشن، يبقى ده قطاع مش مسموح له باي اجالات شد وما ينفعش ان هو يشرخ. ايه بقى القطاعات اللي ما ينفعش تشرخ؟ خزانات صرف صحي، عناصر معرضه لاحمال ديناميكيه، وهكذا انواع يعني مباني معينه. دي كل المباني دي لازم تتعمل كيس ايه، يعني لازم تبقى فول بري ستريسنج. عكس كيس ايه، كيس دي بنسميها البارشال بري ستريسنج. ايه البارشال بري ستريسنج؟ قال لك دي مرحله او حاله القطاع فيها بيشرخ ومسموح لك باجهاد شد بيوصل لحد 9 من 10 جذر الاف سي يو. يبقى الكيس دي عكس كيس ايه. كيس ايه القطاع ما يشرخش خالص ومش عليه اي اجهاد شد. لو فاكر كنت بقول لك لو هنا في الكيس ايه كان بصفر. طب لو انت كيس دي فبنسميه البارشال بري ستريسنج، ودي حاله القطاع فيها بيشرخ وبيسمح بايجاد شد كبير اكبر من 9 من 10 جذر الاف سي يو. في بقى كيس بي وكيس سي. كيس بي دي معناها ايه؟ قال لك دي مرحله القطاع فيها ما ينفعش يشرخ برضه وبيسمح فيها باجهادات اصغر من الاف سي تي ار او بتساوي الاف سي تي ار، يا دوب بتساويها، لو اكبر منها شويه ما تنفعش كيس بي، لان لو اكبر من الاف سي تي ار معناها ايه؟ معناه ان الاجهاد اكبر من اجهاد الشد اللي بتشيله الخرسانه لوحدها فالقطاع هيشرخ. فانا بقول لك ان الكيس بي القطاع ما يشرخش خالص، ويبقى الاجهاد الشد اللي عليه اللي مسموح له ممكن يوصل لحد الاف سي تي ار اخره اما تبقى الكيب واحد. طب كيس سي، قال لك كيس سي دي مرحله انتقاليه ما بين القطاع اللي ما بيشرخش والقطاع اللي بيشرخ، يعني مسموح لك بشويه شروخ والاجهاد بتاعك ممكن يوصل لحد 9 من 10 جذر الاف سي يو، اخره 9 من 10. يبقى دي حاله انتقاليه بين القطاعات المشرخه واللي مش مشرخه، وبنسمح فيها بشويه اجهادات شد اكبر من حد التشرخ اكبر من الاف سي تي ار ويوصل لحد 9 من 10 جذر الاف سي يو. يا ريس مش ده اللي مكتوب في البي دي اف؟ انهي بي دي اف؟ اللي السيد نزله امبارح. ظبطه البي دي اف على يعني نكتب وراك؟ اه طبعا نكتب اللي انا كاتبه ده. خلاص ماشي. يبقى دي الاربع كيس، كيس A كيس B كيس C كيس D. ساعتك كده خدها صورة او خدها سكرين، وانا ممكن ابعت لك البي دي اف ده تاني، ممكن ابعت لك البي دي اف بقى اللي انا عملته ده، انا عدلت فيه شوية يعني. فدول الاربع كيسات، كيس A و B و C و D. اعرف بس هما ايه، مالكش دعوة بقى هما ايه، انت مش هتحدد حاجة، بس افتكر ان الفول بري ستريسنج هي كيس ايه، ده اللي عايزك تفتكره. حتى البارشال ما تفتكروش، لان عمره ما هيجيب لك بارشال. ليه مش هيجيب لك بارشال؟ لانها كيس دي، وكيس دي لا ليها تشيك كومبريشن ولا ليها تشيك تنشن. هتعمل تشيك على انت ايه بقى؟ فانت دايما غالبا هيجيلك في الامتحان كيس ايه، وركز في ده. طب تعالى بقى يا باشمهندس ناخد مثال. انت عمال تحكي لنا من الصبح استرس احمال خارجيه وقارنه بقلاوه بالاستريس، ايه الاستريس هناك بالاحمال الخارجيه ده؟ واحسبه ازاي؟ انت عرفتين الالو وعرفتين الالو بينقسم حسب ترانسفير ستيج او وركينج ستيج، والوركينج حتى بيتقسم كيس 1 وكيس 2. طب الاستريس الخارجي بقى احسبه ازاي؟ تعالى كده نطبق في مثال وان شاء الله تفهم المثال ده يعني ايه استريس خارجي
ويعني ايه التشيك ستريسز. الراجل مديني مثال كاميرا حرف تي ومديني الابعاد بتاعتها ومديني الكفر ده اللي بلزرق ده الكابل النقطه الزرقاء ده ايه ده الكابل ومديك الكفر من سنتر لاين الكابل لحد تحت ب 100. ممكن بقى تكتب جنب ده ان الكفر ده لو مش معطى نفرده ب 100. ساعات في الامتحان ما بيجيبلكش الكفر ده بكام، فلو ما كانش معطى في الامتحان افرده ده بكام؟ ب 100. مديك بقى شويه معلومات عن الكفر اللي عندك دي. ده كروس سكشن، الكاميرا دي ممتده لجوه كده ومتشاله من ناحيه على العمود ومن الناحيه الاخيره خالص على العمود، والمسافه ما بينهم 21 متر. هو اللي قايل ان الكاميرا دي سيمبل بيم متشاله على العمودين بس وزبانها 21 متر. ومديني بقى شويه معطيات. اول حاجه البي انيشال ب 1500 كيلو نيوتن. مين البي انيشال دي؟ القوة الابتدائية في الكابل. اللوتز 10% يعني 10% من البي انيشال. طب لو انت عايز تجيب البي اي البي افكتيف يبقى 1500 في 1 ناقص 1 من 10 اللي هي 1 ناقص ار في البي اي. الاف سي يو ب 30، اللايف لود ب 2، والديد لود وركز في دي وزود اون ويت ب 8. يعني مين ده؟ يعني ده الفلور كفر. ما هو الديد لود من غير الاون ويت يبقى فلور كفر، يبقى الفلور كفر ب 8. طب طالب منك ايه؟ طالب منك حاجتين يا ريس. التشيك ستريس في الترانسفير ستيج فور ماكسيمم ستريس سيكشن، يبقى عايز يعمل تشيك في الترانسفير ستيج دي اول حاجه تشيك ستريس. مطلوب الثاني التشيك ستريس ات وركينج ستيج، يبقى هتعمل تشيك في كيس واحد وكيس اثنين فور ذا ماكسيمم ستريس سيكشن. بس عايزه بقى يقول لي انا المبنى نوعه ايه، فبيقول لي فور فول بري ستريس. يلا جاوب يا باشمهندس، يبقى المبنى هنا هيبقى نوعه ايه؟ انهي كيس من دول؟ كيس ايه؟ يبقى انت كيس ايه؟ يبقى انت دايما ان شاء الله هيجي في الامتحان كيس ايه؟ لان فول بري ستريس. طيب المساله دي محتاجه ايه؟ محتاج انك تعمل تشيك ستريس في الترانسفير وفي الوركينج ستيج، وانت بتحسب في الوركينج ستيج الالاوبل بتاعك بتاع كيس ايه؟ لانه قايل لك فول بري ستريس. فتعالى كده نشوف خطوات حل مساله التشيك ستريس ايه؟ التشيك ستريس ستيبس اربع خطوات. الخطوه الاولانيه بنحسب حاجه اسمها بروبيرتيز اوف سكشن. كل ده انا بمهد ان احسب الاوتر او الستريس الخارجي. فعشان احسب الستريس الخارجي همشيك شويه خطوات. اول خطوه حاجه اسمها البروبيرتيز اوف سكشن. الخطوه الثانيه ستريننج اكشن ديو تو لودز. بحسب في البروبيرتيز اوف سكشن بحسب الاريا، الواي توب، الواي بوتوم، الانيرشيا، الزد توب والزد بوتوم. دول خمس حاجات او ست حاجات بحسبهم في البروبيرتيز اوف سكشن. الخطوه الثانيه ستريننج اكشن ديو تو لودز. ستريننج اكشن يعني ايه؟ يعني مومنتات نتيجه الاحمال اللي بتاثر عليا. طب انا في الترانسفير بيأثر عليا مين؟ الاون ويت. فاحسب الاون ويت والام اون ويت. في الوركينج ستيج كيس واحد بيأثر عليا الديد لود، فاحسب الديد لود والام ديد لود. في السيرفيس ستيج او الوركينج ستيج كيس اثنين بيأثر عليها التوتال لود، فاحسب التوتال لود والام توتال لود. فدي شويه تمهيدات عشان احسب بيها الاستريس الخارجي. الخطوه الثالثه بحسب الاستريننج اكشن الناتجه من البري ستريس، سواء كان بي انيشال بحسب لها المومنت بتاع البي انيشال، هنشوف بنحسبه ازاي. سواء كان بي افكتيف بحسب لها الام بتاع البي افكتيف. الخطوه الرابعه بقى انك تعمل تشيل الاستريس. انت كده مهدت في اول ثلاث خطوات عشان تحسب الاستريس الخارجي. بعد كده في الخطوه الرابعه احسب الاستريس الخارجي وقارنه بالالاوبل ستريس سواء كان ترانسفير او وركينج. وسؤال ليك بقى، لو انا بعمل تشيك في منطقه الترانسفير يهمني في الاحمال الاسترينج اكشن بتاعت اللود والبري ستريس مين؟
قال لك في مرحله الترانسفير يهمك الام اون ويت والبي اي والام بي اي بس، لان دي المرحله اللي في البدايه. طب في الوركينج ستيج لو انت في كيس 1 فانت هتتعامل مع الام ديد لود والبي افكتيف والام بي افكتيف. لو انت كيس 2 فانت هتتعامل مع الام توتال لود والبي افكتيف والام بي افكتيف. تعالى كده مع بعض بقى نطبق الاربع خطوات دول في المساله اللي معانا. فالخطوه رقم 1 تجيب البروبيرتيز بتاع السكشن، الاريا والواي توب والواي بوتوم والاي والزد توب والزد بوتوم. ده السكشن اللي كان مديه لنا، للاسف كان حرف تي، فحرف التي الخطوات بتاع البروبيرتيز بتاعته رخمه شويه لانه حرف تي. لو كان ريكتانجولر كان هيبقى سهل في الكلام ده، كانت الاريا الطول في العرض، الواي توب والواي بوتوم في النص بالظبط، الانيرشيا بنحسب اي اكس فيبقى موازي في عمود التكعيب على ال 12. ففي الامتحان لو جالك ريكتانجولر سيكشن فالموضوع بتاع البروبيرتيز ده هيخلص معاك بسرعه. مشكلتي بقى في حرف التي، سعادتك المفروض شاطر استراكشر عشان كده دخلت مدن عام وهربت من الاستراكشر. عشان انت شاطر في الاستراكشر بتعرف تحسب الخصائص دي لاي شكل. فانا بس مجرد بفكرك ازاي بنحسب الخصائص ده ايه لشكل حرف التي. مبدئيا بالنسبه للاريا يا جماعه الصوت واضح الناس معايا؟ ايوه الرئيس معاك. انت بس اللي بترد، الناس معايا يا شباب؟ ايوه معاك هندسه. معاك هندسه. معاك هندسه. طيب الحمد لله انا قلت الناس نايمه ولا حاجه. طب فاهمين؟ طيب فاهمين يا شباب؟ معاك. ايوه معاك ماشي فاهمين يعني ولا لا؟ معاكوا فاهمين ما تقلقش. هو في حد بعت لي بيقول لي كل دقيقتين. لا محسن بقى كلف الاول. الاريا بتساوي ايه؟ الاريا بتساوي ايه؟ قال لك عشان تحسب الاريا فسعادتك هتقسم حرف التي ده لشكلين، شكل مستطيل فوق ومستطيل تحت. فالاريا سهله، 1500 في 200 زائد 250 في 600. فيبقى اريا 1 زائد اريا 2 اللي هي 1500 في 200 زائد 250 في 600. جبتها اهو. عايز بقى اجيب الواي توب والواي بوتوم. ايه تعريف الواي توب والواي بوتوم؟ هي المسافة من النيوترال اكس للشفة اللي فوق واللي تحت. اللي تحت بنسميها الواي بوتوم واللي فوق بنسميها الواي توب. لو القطاع بتاعك مستطيل فالنيوترال اكس هيبقى في النص. طب لو القطاع بتاعك حرف تي زي ده فالنيوترال اكس هيبقى مترحل شوية. طب كنت بجيب القيم دي ازاي من الستراكشر؟ كنت باخد ديتم تحت واروح اجيب. اقول لك ان الواي بوتوم بتساوي مجموع الاريا في الواي على مجموع الاريا. يعني امسك كل اريا من بتوعك وجيب مساحتها واضرب المسافه من السنتر لاين بتاعها او السي جي بتاعها لحد الديتم اللي انت فرضه، وبعد كده اقسم الكلام ده كله على سميشن الاريا بتاع الشكل كله. طب تعال نطبق ده من غير ما نعوض، من غير ما نعوض هنا. اول مساحه فوق خالص 1500 في 200 ده جيت جايب مساحة، عايز اضربها في المسافة من السي جي بتاعها لحد الدوتم اللي تحت. السي جي بتاعها على بعد كام من هنا؟ على بعد 100، يعني المسافة دي كده 100. طب عشان اوصل للدوتم 100 زائد 600 فيبقى 1500 في 200 في 600 اللي هي 100 في 700 اسف اللي هي 100 زائد 600 اللي هي بتبقى 700. دي كده اول اريا في مساحتها، اول اريا في بعضها. الاريا الثانيه 250 في 600 بعد السي جي بتاعها عن الديتم. السي جي بتاعها عن الديتم قد ايه؟ دي كلها 600 فيبقى السي جي بتاعها عن الديتم 300. فيبقى 1500 في 200 في 700 زائد 250 في 600 في 300. الكلام ده كله هيتقسم على مساحه الشكل التوتال اللي انت جبتها. فهو يا ريس 1500 في 200 في 700 زائد 250 في 600 في 300. الكلام ده مقسوم على المساحه الكليه. انا بقى بحوط رقم دايما بعمل دايره كده، يعني لو كنت في السكشن كنت هتلاقيني بكتب الكلام ده واعمل دايره حوالي 700 ودايره حوالي 300. مين دول؟ المسافات بتاعه الاريات ده اهي من السي جي بتاعها للدوتم اللي انت فرضه.
وانا هقول لك ده ليه دلوقتي. بعمل عليهم دوائر كده، انت حتى في الامتحان اعمل دايره خفيفه عليهم كده اللي المسافات دي، يطلع الكلام ده معاك ب 566 وتلتين. ده مين؟ دي الواي بوتوم. تعرف تجيب الواي توب 800 ناقص الواي بوتوم، فيبقى الواي توب بتساوي 800 ناقص 566 وتلتين، يطلع لك ب 233 و33 من 100 مللي. كده خلصت من الاريا والواي توب والواي بوتوم. وعلى فكره الكلام ده كان هيبقى سهل لو كان مستطيل، كنتش هعمل كل الكلام ده، كان هيبقى الواي توب والواي بوتوم بتساوي التي على الاثنين وخلاص، اللي هي سمك المستطيل على الاثنين. طب عايزين نجيب الاريا الاي بقى، الاي او الانيرشيا، بنحسب اي اكس. قبل ما اكتب لك المعادله الكبيره دي تعالى كده نفصصها، الاي او الانيرشيا بتساوي الاي اكس. فالاي بتاعتي بتساوي الاي اكس. طيب بيساوي ايه ده؟ اي اي اكس بتساوي الطول الموازي لمحور اكس في العمودي على محور اكس تكعيب على ال 12، وده لو انت السي جي بتاع المستطيل في نفس النيوترال اكس. للاسف بقى حرف التي كل مستطيل فيهم السي جي بتاعه في مكان غير النيوترال اكس، فعايزين ننقل المساحات للنيوترال اكس. كنا بنقول لك لو عندك مستطيل السي جي بتاعه مش على النيوترال اكس وعايز تجيب له الاي، فكان الاي بتساوي ايه؟ كقانون عام يعني كانت بتساوي الموازي لمحور اكس، هنقول مثلا بي في التي تكعيب على 12. كنت كده خلصت لو كان النيوترال اكس بيمر بالسي جي، بس للاسف لو ما بيمرش كنت بعمل ايه؟ كنت بزود عليه الاريا مضروبه في مربع البعد، كنا بنقول دلتا تربيع. ايه مربع البعد ده؟ مربع البعد ده يا باشمهندس هو البعد ما بين السي جي بتاع الشكل والنيوترال اكس. يعني لو عايز اجيب البعد بتاع المستطيل اللي فوق على النيوترال اكس، فانا عايز المسافه دي، البعد من السي جي لحد هنا، دي اسمها الدلتا. لو عايز تجيب البعد من هنا لهنا، فده اسمه البعد من نيوترال اكس عن السي جي بتاع المستطيل اللي اسمه 2. طب عايزين نعمل الكلام ده بقى، حد شاطر يعرف يقول لي كده؟ لو عايز تجيب البعد ده بمجرد النظر بتاع المستطيل A1، بعد السي جي بتاعه عن السي جي عن السنتر لاين عن نيوترال اكس، لو عايز اجيبه بمجرد النظر اجيبه ازاي؟ حد عارف؟ 700 ناقص الواي بوتو. عشان كده عملت دايره على مين؟ على 700. ما هي المسافه من هنا من فوق من نيوترال من السي جي لحد تحت خالص 700، ما انت اللي قايل اهو. فانا بقول لك بعمل دوائر ليه؟ لان هحول لك الدلتا دي بتساوي دايما الرقم اللي انت عليه دايره، اللي انت عامل عليه دايره فوق، ناقص الواي بوتوم. يبقى الدلتا دي دايما هتساوي ايه؟ الرقم اللي عليه الدايره اطرح منه الواي بوتوم. مش مصدقني؟ تعال نجيب المسافه دي هتبقى بتساوي ايه؟ المفروض انها بتساوي واي بوتوم ناقص المسافه اللي الدايره اللي هي 300. هتقول لي انت عامل العكس هنا، هقول لك ما القوس كله متربع. فلو الدلتا طلع بالسالب او بالموجب، التربيع بيودي السالب والموجب. فالقاعده العامه ايه؟ لو انت عايز تجيب الدلتا اللي هي المسافه من النيوترال اكس لحد السي جي، فهي بتساوي الرقم اللي في دايره اطرح منه الواي بوتوم بس. تعالى نعمل بقى الكلام ده، حد مش فاهم ده يا شباب؟ يا جماعه حد مش فاهم ده؟ طيب تعالى نطبق الكلام ده كده. ايه؟ تقول ايه؟ تقول ايه يا ريس؟ هو الصوت بيقطع عندك ولا عندك كمان ولا؟ تقول ايه؟ يا ابني اتكلم يا ابني. اقول لك تمام يا هندسه. كل ده عشان تقول لي تمام؟ شكرا. تعال بقى نطبق في المثال بتاعنا. تمام والله بتكلم. يبقى الاي اكس تساوي ايه؟ بص تعال نعوض كده. 1500 في 200 تكعيب، ما انا باخد الموازي المحور اكس، انا بستغل على المستطيل الاولاني الاول. 1500 في 200 تكعيب على 12 زائد
1500 في 200 في الرقم اللي هو 700 اطرح منه 566 وتلتين اللي هم مين؟ اللي هم الواي بوتوم الكل تربيع. كده انا جبت مين؟ الاي اكس بتاعت اول مستطيل، المستطيل الثاني الموازي المحور اكس 250 في العمودي عليه التكعيب في 600 تكعيب على 12 زائد 250 في 600 في 300 افتح قوس 300 ناقص الواي بوتوم الكل تربيع. هتقول لي لو 300 ناقص الواي بوتوم هيطلع بالسالب، اقول لك ما التربيع هيودي السالب فمش فارقه في حاجه. تجيب من هنا الاي اكس تطلع معاك ب 2.15 من 100 في 10 اس 10 ملم اس 4. كده انا جبت مين؟ الاي اكس. طب عايز اجيب الزد والزد. الزد دايما بتساوي اي على واي. فلو انت عايز تجيب الزد زد توب يبقى الاي اكس على الواي توب. لو عايز تجيب الزد بوتوم يبقى بتساوي الاي اكس على الواي بوتوم. فالزد بتساوي اي على واي دايما. فتقسم اي على واي يطلع ده معاك ب 92.14 من 100 والزد بوتوم اي على واي بوتوم فيطلع معاك بالرقم ده. ودي تعتبر اصعب خطوه في المساله لو المساله بتاعتك حرف تي او اي شكل مختلف. امال لو انت ريكتانجولار سيكشن مستطيل الخطوه دي ما تاخدش منك دقيقه. الاريا الطول في العرض، الواي توب والواي بوتوم نص الارتفاع بتاع المستطيل، الاي العرض بي في تي تكعيب على 12، الزد اي على واي واي على واي. في المستطيل الموضوع بسيط، المشكله هنا كان حرف التي بس. حد ما يعرفش يجيب الخصائص دي يا جماعه؟ طب دي اول خطوه اللي هي البروبرتس. تعال خطوه رقم 2 ستريننج اكشن ديو تو لودز. الستريننج اكشن ديو تو لودز انا عايز احسب الاون ويت والام اون ويت، وعايز احسب الديد لود والام ديد لود، وعايز احسب التوتال لود والام توتال لود. فانا هقسم الصفحه 3، مره عايز احسب الام اون ويت ومره عايز احسب الام توتال لود، الام ديد لود والام توتال لود. مبدئيا نحسب الاون ويت بس لوحده. اتفقنا الاون ويت بيساوي ايه؟ الاون ويت بيساوي جاما كونكريت في الاريا، الجاما ب 25 والاريا ب 400 ب 45000 او 450000، دي بالملي وده بالكيلو نيوتن على المتر مكعب. فعشان تحول من الملي للكيلو نيوتن او من الملي اسف للمتر هقسم على 10 اس 6 لان ده بالملي متر مربع. فالقسمه 10 اس 6 دي عشان تحول بس. فيطلع ان الاون ويت بتاعك ب 11 وربع كيلو نيوتن على المتر الطول. ايه بقى الاون ويت ده؟ ده الوزن بتاع الكاميرا الذاتي لكل متر. طب احنا عندنا كام متر من الكاميرا اصلا؟ احنا قلنا ان الكاميرا زبانها كام؟ سمبل بيم وزبانها 21 متر. فلو انت عايز تجيب الام اون ويت فالكاميرا بتاعتنا سمبل وزبانها 21 هو اللي كان قايل لي، وعليها الام الاون ويت بتاعها ب 11 وربع. لو عايزين بقى نجيب المومنت فيبقى 11 وربع في 21 تربيع على 8 فيطلع معاك ب 620 و15 من 100. هعمل نفس الخطوات بقى للديد لود والتوتال لود. طب يلا يا ريس قول لي كده الديد لود هيبقى بيساوي ايه؟ الراجل مديني الفلور كفر ب 8 وانا حسبت الاون ويت، فالديد لود بيساوي الاون ويت زائد الديد لود وزود اون ويت اللي هو الفلور كفر اللي كان مدوني ب 8 فيبقى 11 وربع و8 يديك 19 وربع. عايز اجيب المومنت احمل الكاميرا السيمبل، ما هو اللي قايل ان الكاميرا سيمبل والله مش انا اللي جايبها، وعليها حمل موزع قيمته 21 وربع. عايز اجيب المومنت يبقى 19 وربع. دي غلط، دي 19 وربع. عدلها عندك برضه، يبقى 19 وربع في 21 تربيع على 8 فيطلع معاك ب 1061 و15. طب لو عايز تحسب الام توتال لود توقع هعمل ايه؟ هجمع عديد لود التوتال اللايف لود اللي هو مديهون، فيبقى التوتال لود بيساوي الديد لود توتال على اللايف لود اللي هو مديهون. كان مديه اللايف لود ب 2 فيبقى 19 وربع زائد 2 ب 21 وربع. احمل الكاميرا بالحمل ده وعايز ارسم العزم. طبعا في الامتحان ما ترسمش عزم كده، هو تحمل الكاميرا وتقول المومنت بيساوي كام على طول.
يطلع ب 1171.4 كيلو نيوتن متر. عملت الخطوه الثانيه، حسبت الاون ويت والام اون ويت، الديد لود والام ديد لود، التوتال لود والام توتال لود. وخلي بالك ان المومنتات بتعتمد على شغل الكاميرا، ففي المساله الجايه في الاضافي هتلاقي ان الكاميرا سيمبل بكانتليفر، فالموضوع يختلف، المومنتات تختلف، يبقى عندك مومنت سالب مومنت موجب، فخد بالك من الحته دي. لو عايزين بقى نحسب الاسترينج اكشن نتيجه البريستس، عايزين نحسب الاسترينج اكشن نتيجه البريستريس، البي اي والام بي اي والبي اي والام بي اي، احسبهم ازاي؟ مبدئيا الراجل مديني البي اي بيساوي 1500 كيلو نيوتن، وكان مديني اللوسز ب 10%، يبقى البي اي بتساوي ايه؟ بتساوي 1 ناقص الار في البي اي، اللي هي 1 ناقص 1/10 مضروبة في ال 1500 فيديك 1350. كان حسبت البي اي والبي اي. عايز اجيب بقى المومنتات. طب بص كده بالله عليك، هو المومنت بتاع البري ستريس دي، القوة بتاعت البري ستريس اهي، الكابل هنا اهو، الكابل ده ركز معايا عشان يعمل المومنت على القطاع، فهتنقل القوة بتاعت الكابل للسي جي اللي هو النيوترال اكس بقوة وعزم. طب العزم قيمته كام؟ العزم قيمته القوة مضروب في المسافة من الكابل لحد النيوترال اكس. طب المسافة دي جيبها ازاي بقى؟ انا عارف ان الكفر ده هو مدهوني اولا فرضه بمية، هو مدهوني اولا فرضه بمية، بنسمي بقى المسافة من الكابل لحد النيوترال اكس بالاي، ودي اللي انا عايز اجيبها. الاي بقى دي بكام؟ من الشكل كده واي بوتوم ناقص 100، فيبقى الاي دايما بتساوي واي بوتوم ناقص الكفر. خلي بالك انا كل ده بتكلم ان الكابل تحت، طب لو الكابل فوق يبقى الاي بتساوي واي توب ناقص الكفر اللي هي 100. هل ممكن الكابل يجي في يوم من الايام فوق؟ هنشوف السيشن الجاي. الكابل بتاعه هو فرضه تحت، فيبقى الاي بتاعته بتساوي واي بوتوم ناقص 100. طب حد عنده فكره؟ اتفضل. هو الار 1/10 دي اللي هي ايه؟ ده الفواقد. ايه الفواقد؟ 10%. الفواقد هو كان مديني اللوسز ب 10%، الفواقد في القوه. تمام تمام يا باشمهندس. حد كده عنده فكره امتى الكابل اللي بتاعنا يبقى فوق وليه الكابل هنا تحت؟ حد عارف؟ هو انا بحط الكابل ليه؟ مش عشان يعمل عزم عكس العزم الخارجي، صح؟ طب احنا عندنا في المساله دي كانت الكاميرا سيمبل، فالعزم الخارجي دايما بيشد تحت، فانا عايز الكابل يبقى ضغطه تحت وشده فوق، فنحط الكابل تحت. طب ما هو في ساعات العزم الخارجي على القطاع بيبقى ديله فوق وراسه تحت، امتى بقى العزم يبقى كده؟ لو كان عزم الكابولي، يعني لو مساله سيمبل بكانتليفر كان هيبقى في عزم سالب، فالعزم السالب بيحتاج الكابل فوق، فمش دايما تحفظ ان الكابل تحت. ده الكابل هنا تحت ليه؟ لان الكاميرا بتاعتنا سيمبل، فالشد تحت والضغط فوق، ده بتاع المومنت الخارجي الاكسترنال، فانا عايز اعمل مومنت بريستريس عكسه، فيبقى الضغط بتاع البريستريس تحت فنحط الكابل تحت والشد يبقى فوق. حد كده مش فاهم ليه الكابل بقى تحت؟ هو كان جاي جيبن في الامتحان كده، بس انا فهمتك هو ليه حطه كده يعني. طيب كمل يا ريس. يبقى الاي بتساوي واي بوتوم ناقص الكفر، تطرح واي بوتوم ناقص الكفر يديك بالرقم ده، ده الاي. ايه بقى الاي دي؟ هي المسافه من الكابل لحد النيوترال اكس. عايز تجيب المومنت اضرب البي الحمل اللي في الكابل في الاي، خدناها قبل كده قلنا المومنت بتاع بري ستريس بيساوي البي في الاي. فلو انت عايز تجيب المومنت بتاع البي اي بتاع القوه الابتدائيه بدون فواقد، يبقى 1500 في بوينت 466، ده حولتها بالمتر بس، يطلع معاك ب 699 كيلو نيوتن متر.
خد بالك حول بالمتر ليه؟ لان بتعامل كل حاجه بالكيلو نيوتن ومتر. طيب بعد كده الام بي اي، بي اي في الاي، ال بي اي 1 ناقص الفواقد في ال 1500 يبقى 1350 في بوينت 466 يديك 629. كده انا خلصت كمان اخر حاجه خالص اللي هي الاسترينينج اكشن ديو تو بريستريس. قلت لك انا بحسب الثلاث خطوات دول اني بمهد لنفسي ان احسب بقى الاسترسات الخارجيه اللي هو الاسترس الناتج من الاون ويت والبي انيشال لو انت ورك، لو انت ترانسفير ستيج، او الاسترس الناتج من الام ديد لود والبي افكتيف ده لو انت ايه، لو انت وركينج ستيج كيس واحد، او الاسترس الناتج من الام توتال والبي افكتيف والام بي اي الام بي اي ده لو انت ايه، لو انت بتعمل تشيك على وركينج ستيج كيس 2. طب ما تيجي كده نفهم مع بعض ازاي بشكل عام احسب الاسترس الخارجي. وعلى فكره انا ممكن اخلص الحته اللي جايه دي وفعلا اسيبك وامشي بقى خلاص. الحته اللي جايه في السلايد دي لو خلصتها وساعتك فهمتها هتلاقي ان الموضوع بقى اللي جاي تعويض بارقام بس. فانت لو فهمت اللي جايه دي خلاص خلصت السكشن. وانا لو كنت في الكليه اما كنا بنشرح الكلام ده في الكليه كنت بعد ما اعمل المقدمه كنت بشرح الحته اللي جايه دي وقبل ما اخش المساله خالص كنت بشرحها الاول خلصتها وفهمتها تعال بقى نعوض في المثال كنت اعوض بارقام بس. فانت لو فهمت الحته اللي جايه دي فعلا والله مش محتاج انك تكمل السكشن. ركز بقى معايا، انا عايز احسب الاستريس الخارجي عشان نعمل عليه تشيك ستريس، عايز احسب الاستريس اللي جاي من الاحمال عشان اقارنه بالقلاوة. طب احسب ازاي الاستريس اللي جاي من الاحمال؟ هي ايه الاحمال اللي عندي؟ الاحمال اللي عندي يا اما احمال خارجيه اللي هي ناتجه من الاحمال العاديه يعني الاون ويت او الديد لود او كده، يا اما احمال ضغط اللي هي بتاع البريستريس. فالشكل بتاعه ده الشكل بتاعنا اللي هو حرف التي، عليه مومنتات خارجيه اسمها مومنت بيشد تحت ويضغط لفوق. ليه؟ لان الكاميرا بتاعتنا سيمبل زي ما حكيت لك من شويه، فالشد تحت والضغط فوق. طب لو عايزين نرسم استرس للمومنت ده بس، فلو عايزين نرسم استرس فالاسترس بتاعك ضغط فوق وشد تحت، قيمه اي استرس ناتج من عزم كان بيساوي الام على الاي في واي. فالام على الاي في واي ممكن تختصرها كده وتقول ان الام على اي في واي هي الام على الزد. ولو انت بتتكلم على الشفه اللي فوق يبقى ام على الزد توب، ولو انت بتتكلم على الشفه اللي تحت يبقى ام على الزد بوتوم. طب ايه العشرة اس 6 دي؟ تابع اعتبار انك هتجيب لنا جميع المومنتات في الكيلو نيوتن في المتر، والزد اللي هتعوض بيها بالملي متر. يبقى المومنت هنا بتعوض عنه بالكيلو نيوتن متر. وركز في الكلام ده عشان مهم قوي، عشان انت لخبطتك في المساله دي اساسا وحدات. المومنت تعوض عنه بالكيلو نيوتن متر والزد هعوض عنها بالملي متر، فعشان كده ضربت ب 10 اس 6. وده اول استرس فوق ضغط وتحت شد، وده الاسترس العادي الناتج من الاحمال دايما بيشد تحت ويضغط فوق. ليه؟ لان الكاميرا كانت سيمبل فالمومنت بيشد تحت ويضغط فوق. طب تعال نكمل كده مع بعض. نتيجة انك حطيت بريستريس فالقوة دي هتتنقل بقوة للنيوترال اكس تعمل لك استريس ضغط. الاول قيمته ايه؟ بي على ايه؟ هتعوض عن الايه بالملي متر والبي بالكيلو نيوتر. ركز اهو بقول لك الوحدات بغششك. البي بالملي متر والايه بالكيلو نيوتر ويبقى شرطه سالب. ونتيجة انك حطيت قوة بريستريس فبتنقلها للنيوترال اكس بقوة وعزم. طب العزم بكام؟ العزم قيمته بي في الاي وهو عكس العزم الخارجي بيشد فوق ويضغط تحت. فيعمل استرس هنا عامل ازاي؟ يعمل استرس فوق شد عكس ده عكس الاكسترنال وتحت ضغط، وقيمته الام بري ستريس اللي هو الام بي ستريس ده تعوض عنه بالكيلو نيوتن متر، والزد توب والزد بوتوم بعوض عنهم بالملي متر. ويبقى ده اجهاد عكس الاجهاد ده. الاجهاد الاولاني كان ناتج من الاحمال الخارجيه فبنسميه اجهاد الاكسترنال لود. الاجهاد الثاني كان ناتج من الاحمال البريستريس فبنسميه البريستريس. طب الاجهاد النهائي بكام؟ هجمع فوق بشرط يبقى ده زائد ده ناقص ده
ويديك الحاجه باشارتها يا ضغط يا شد. الاجهاد اللي تحت بكام؟ اجمع ده زائد ده زائد ده باشارته. فالاجهاد اللي هو الجمع ده ده بنسميه الاجهاد النهائي. اما تجمع الثلاث قيم اللي فوق وتجمع الثلاث قيم اللي تحت مع بعض هيطلع لك رقمين، الرقمين دول الاجهاد النهائي. الاجهاد النهائي ده يا يطلع موجب يا يطلع سالب. لو موجب يعني شد فتقارنه بالقلاب والشد، لو سالب يعني ضغط فنقارنه بالقلاب بتاع الضغط. يبقى الرسمه اللي قدامك دي بتعمل ايه؟ بتحسب لك الاستريسز الناتجه من الاحمال الخارجيه. بص بقى اللي انا هعمله بالله عليك، ده كده اللي تشيك بشكل عام. لو عايز اعمل اللي تشيك ده في مرحله الترانسفير ستيج، ركز معايا في دي. لو عايز اعمل تشيك ده في مرحله الترانسفير ستيج اللي هي اول مرحله، يبقى الام الخارجيه دي انهي ام في دول؟ جاوب جاوب يا ابني. ام اون ويت. لو انت عايز تعمل تشيك ده في مرحله الترانسفير هعوض عن الام ده بس بالام اون ويت، فتشيل ده وتحط ام اون ويت في الاستريسز، وتشيل دي وتحط ام اون ويت. طب البي اللي بتاثر عندك اللي هو الضغط هيبقى انهي بي؟ افكتيف ولا انيشيال في الترانسفير اول مرحله؟ انيشيال. فيبقى البي انيشيال ودي البي انيشيال. طيب اخر حاجه المومنت، ام بي انيشيال ولا افكتيف؟ انا لسه في مرحله ترانسفير يبقى انيشيال. يعني اللي عايز اقول لك ايه؟ ان ده شكل الاستريس العام. سعادتك كل اللي هتعمله تشوف انت في انهي مرحله وتعوض عن المومنت الخارجي بالمومنت بتاع المرحله دي، والبي بتاع البي بتاع المرحله دي، والام بتاع البي ستريس بتاع الام بتاع البي ستريس بتاع المرحله دي، وتجمع القيم اللي فوق هيبقى معاك ارقام بقى، وتجمع القيم اللي تحت يطلع لك فوق ضغط او شد وتحت ضغط او شد، تروح تقارنه بالقلاوه وبالضغط او شد حسب المرحله اللي انت فيها. فالترانسفير كنت بقارن بقيم 48% جذر الاف 48% اف سي اي ده لو انت ضغط، و22% جذر الاف سي اي لو انت شد. طب لو وركينج، الوركينج بيتقسم كيس 1 و2 وبيتقسم حسب الكيس اي او بي او سي او دي. فانت من الاخر الرسمه ده اهي تعرف تجيب لك الاكشوال ستريسز الناتجه من الاحمال الخارجيه بمجرد انك تعوض عن كل مومنت بالمومنت بتاعه، وعن كل بي بالبي بتاعتها، وعن كل مومنت بري ستريس بالمومنت بري ستريس بتاعه. بختارهم ازاي؟ حسب الحاله اللي انا فيها. ففي الترانسفير بتعامل مع الام اون ويت والبي انيشيال والام بي انيشيال. في مرحله الوركينج بتعامل مع الام ديد لود والبي افكتيف والام بي افكتيف. دي وركينج كيس 1. كيس 2 بتعامل مع الام توتال لود والبي افكتيف والام بي افكتيف، وانا ممكن كده اسيبك وامشي. تتوقع هعمل اللي جاي بقى؟ هعمل اللي جاي هقول لك يلا تعالى رقم واحد ترانسفير ستيج، عوض يا ابني معايا في القوانين. ام اون ويت بكام كنا جبناها قبل كده، الزد بكام، وهكذا، وعوض واجمع القيم مع بعض اللي فوق واللي تحت واشوف الاستريس موجب ولا سالب. لو سالب يعني ضغط اقارنه بالقلاوه بالضغط، لو موجب يعني شد اقارنه بالقلاوه بالشد. تعال نشوف الكلام ده. رقم واحد في الترانسفير ستيج، ابقى اكتب لنفسك ده في الامتحان، ان في الترانسفير انا بتعامل مع البي اي الاون ويت الاف سي اي، وبتعامل مع الام اون ويت والام بي اي. فتعالى كده نرسم ادي الاستريس اللي كان من المره اللي فاتت، من السلايد اللي فاتت رسمته قدامك تاني اهو. وعايزين نحسب الاف توب اللي هو الاستريس العلوي. هعمل الاف توب بيساوي ايه؟ ام اون ويت على زد توب في 10 اس 6 ده بالسالب، ناقص البي انيشيال في 10 اس 3 على الاي، زائد الام بي انيشيال في 10 اس 6 على الزد توب. اشمعنى؟ اصلا في اول مرحله اهو يا ريس يطلع دي القيمه اهي، نفس القيمه اللي انا قلتها. هتعوض بقى عن كل حاجه بقيمتها، بحيث ان المومنت بالكيلو نيوتن متر، البي بالكيلو نيوتن، الاريا والزد بالميجا بالملي متر. فيطلع الكلام ده معاك بسالب 2.47%، عوضت عن كل حاجه قيمتها ميجا باسكال. سالب ده يعني ايه؟ يعني ضغط. طب لو عايزين نجيب الاف بوتوم، الاف بوتوم نفس القيم ده ايه؟ بس الاشارات مختلفه. اول واحده موجب،
والتانية سالب والتالتة سالب. فأول واحدة تبقى موجب سالب سالب أو نفس القيم بالظبط حتى نفس التعويض. يطلع معاك بسالب 45%. يبقى الفاينل ستريس بكام؟ فوق بالسالب وتحت بسالب 45. يعني المنتج كله عليه ايه؟ عليه ضغط. كله ضغط او كل ستريس ضغط. طب لو عايزين نقارن بالالاوبل، الالاوبل ستريسز انت في ستيج كام؟ انت في الترانسفير ستيج. فانت الالاوبل ستريس الضغط كانت ب 48% اف سي واي. الاكشوال ضغط اقصى كومبريشن ب 45 هو اهو طالع اهو. ده اكبر كومبريشن. وده اللي هقارنه بالالاوبل. الالاوبل بتاع الضغط في اول مرحله اللي هي ترانسفير المفروض ان انت حافظه 48% الاف سي واي. يبقى 48% ب 25 جبتها منين 25 دي؟ هو كان مديه الاف سي يو ب 30 فالاف سي واي ب 25. يطلع الكلام ده معاك ب 12 ميجا باسكال. اكبر ولا اقل من الاف اكشوال؟ ده الالاوبل اكبر من الاكشوال يبقى كده سيف. طب لو عايز تعمل التنشن، هل عندك تنشن اصلا؟ ده الاستريس الخارجي كله ضغط سالب اهو يبقى نو تنشن. وكده كده اساسا الاف تنشن الاول ب 22% من غير ما تحسبها وما فيش اساسا تنشن. امال كنت امتى قارن؟ لو كان طلع لك قيمه من القيم دي اللي فوق ولا اللي تحت طلع بالموجب. لو طلع القيمه بالموجب معناه ان الاستريس بتاعها تنشن فقارنه بالالاوبل تنشن. فانت كده سيف لان مفيش تنشن اصلا وعندك الاوبل 22% جذر الاف سي يو ما تحسبوش بقى مش محتاجه اصلا مفيش حاجه تقارنها بيه. فكده سيف يا شباب. صعب يا جماعه؟ وطبعا انا بختار القطاع على حسب شكل الكاميرا اللي قدامي. طيب اللي هو اللي انا بقارن عنده عشان اختار الحد. لا احنا احنا جبنا هو بيقول لك عند الماكسيمم ستريسز كان في اول سؤال بيقول لي اعمل تشيك عند الماكسيمم ستريس. فالماكسيمم ستريس في الكاميرا سيمبل فين؟ سيمبل في القطاع الماكسيمم في النص. في النص بس. انما لو هو بقى جاب كاميرا سيمبل بكانتليفر هيشاور لك على القطاع اللي هو عايزه. هناخدها المره الجايه دي. احد عنده سؤال يا شباب؟ هعمل ايه الخطوه الجايه؟ هعمل نفس التشيك تاني بس المره دي في الوركينج ستيج كيس 1. فكيس 1 كانت بتهتم بمين؟ بالبي افكتيف والديد لود والاف سي يو والام ديد لود والام بي افكتيف. هعوض بقى بالكلام ده سالب الام ديد لود سالب ام ديد لود في 10 اس 6 على الزد توب ناقص البي افكتيف في 10 اس 3 على الاريا زائد الام بي افكتيف في 10 اس 6 على الزد توب. اهو القانون مكتوب قدامك اهو. تروح تعوض يطلع الكلام ده معاك بسالب 7.69. سالب يعني ايه؟ يعني ضغط. طب لو عايز تحسب الاف بوتوم الاف اللي تحت نفس القانون اللي فوق بس غير الاشارات بس. الاول يبقى موجب والتاني سالب والتالت سالب. فيطلع معاك بموجب 8. يعني ايه موجب؟ يعني شد. انت كده عندك ضغط وعندك شد. انا في كيس 1 خد بالك عايز يلا اقارن رسمت الاستريس النهائي اهو. عايز اقارن بالالاوبل ستريس. انا في كيس 1 وكان المنشا بتاعي كيس A لانه قايل لي فول بري ستريسنج. فلو انت فاكر كيس A في كيس 1 كانت بتبقى بكامل الاوبل كان الكومبريشن ب 35% الاف سي يو والتنشن كان بصفر لانها فول بري ستريسنج. فتعال نقارن اول الاوبل بالكومبريشن. الكومبريشن عندي دي غلط المفروض ب 7.69 في اكشوال. هو كتبها ليه كده؟ ثانيه بس اعدلها. سبعة 69 يبقى 769 ميجا باسكال. ده الاف اكشوال الكومبريشن. عايز اقارنه بالالاول ادور بقى على الالاول. الالاول بتاع مين؟ بتاعه الوركينج ستيج كيس 1 ولا كيس A؟ كيس A اللي هو المبنى كيس A لانه فول بري ستريسنج هو اللي قل. فتروح تعمل كده اف سي الاول 35% الاف سي يو تطلع ب 10.5 اكبر من الاكشوال يبقى سيف.
طيب فور تنشن كنت قلت لك ان الالاو التنشن بكام في كيس واحد كيس ايه كيس ايه الالاو التنشن بصفر مفيش تنشن ما ينفعش يبقى عليه تنشن امال القطاع عليه ايه بره خارجي ده عليه تنشن بتمانية وشويه فالاف اكشوال بتمانية ستة وتلاتين طب والالاو بصفر لانك كيس ايه كده سيف ولا ان سيف الالاو بصفر والاكشوال بتمانية يبقى كده ان سيف وطالما ان سيف معناه ان كل القطاع ان سيف يعني كده المساله كلها ان سيف حتى لو كان طلع سيف في الترانسفير لو عندك حاله واحده بس طلعت ان سيف معناه ان كل المساله ان سيف طب حل الان سيف ده ايه لو انت بره بقى الستريس ده على فكره بيتعمل قبل الديزاين قبل ما تصمم حل الكلام ده بره ايه لو هو غير امن قال لك الحل يا اما تقلل الاي تلعب في الاي يا اما تغير القوه بتاع البريستريس يا اما تغير الاحمال الخارجيه فعندك كذا حل اسهل حل انك تغير وضع الكابل يعني تغير الاي ده اسهل حل طب تعالى يا باشمهندس كده انصف خلاص طب لو عايزين نعمل اللي تشيك ده على كيس 2 ايه اللي هيختلف كله هيختلف بدل ما تعوض بالام اون ويت او الام ديد لود تعوض بالام توتال لود بس ده اللي هيختلف على اللي فات فتعال نشوف كده عوض اهو طلع معاه بسالب 8.88 من 100 الاف بوتوم طلعت معاه بموجب 11.29 من 100 ده بسالب وده بموجب 8.88 و11.29 طب الالاول بكام لو انت كيس 2 وكيس ايه فالالاول بتاع الكمبريشن 4/10 جذر الاف سي يو او اسف 4/10 الاف سي يو من غير جذر الاف اكشوال ب 8.88 والاف الاوبل ب 4/10 في 30 يطلع معانا ب 12 ميجا باسكال اكبر من اف سي اكشوال يبقى ده كده سيف المفروض طب الحاله الثانيه التنشن ب 11 هو اللي انا طلعته ب 11 واصلا الاوبل بتاعه بصفر لان كيس ايه يبقى ان سيف يبقى القطاع كله ان سيف فانت احسن كنت ممكن ما تخش على الخطوه دي وتكتفي بكيس واحد بس اللي هناك ده لو انت شغال بره لان هو انصف هترجع تلعب تاني في الاي امال في الامتحان لو طلع معاك كيس واحد انصف كمل برضو كيس اتنين عادي احنا عايزين نعرف بس انت بتعرف تتشك ولا لا طب لو انصف بعمل ايه يا تغير القوه يا تغير الازاحه يا تزود ابعاد القطاع ده لو انصف ما تكتبش ده في الامتحان حتى الا لو سالك يعني قال لك طب لو طلعت انصف بعمل ايه قول له نغير الاي نغير الاي او نغير القوه بتاعت البريستريس او نزود ابعاد القطاع صعب يا جماعه السيكل ستريس كان خلصت حد مش فاهم السيكل ستريس عامل ازاي تمام قوي يا باشمهندس طيب ان شاء الله في سيكشن اضافي هيبقى اسيوم إيه انتوا وراكم لو نزلنا الكليه السبت لو نزلنا الكليه السبت وراكم ايه يوم السبت لحظه نفتح الجدول افتحوا الجدول كده بتاع اللي هو النزول ده والجدول بتاع الاونلاين برضه هو السبت اونلاين انتوا ما ركوش حاجه اللي احنا خدنا سيكشن اضافي المره اللي فاتت يوم السبت ما هم بيقولوا هينزلونا يعني والله اعلم يعني السبت المفروض ماشي لو نزلنا بقى وراكم ايه ثلاث عارف يا عم انت ليه بتقول هينزلونا ما انا معاك وانا هنزل كمان والله ماشي انت ورانا ثلاث سكاشن ثلاث سكاشن يوم السبت اه من كام لكام؟ من 8 ونص ل 2 ونص تقريبا. باشمهندس هو السكشن هيبقى ساعة؟ لا ساعتين. لا السكشن عامة في الكلية أنا سامع إنها هتبقى ساعة. ساعتين يا عم. الجدول ما تعدلش لغاية دلوقتي يا باشمهندس خلي بالك. اتعدل معانا اتعدل معانا. اتعدل معانا يا عم وجالي جدول أصلا. تعدل معانا ساعتين عادي ساعتين عادي إيه طب لو يوم السبت الساعة 7 بالليل مناسب ايه ده اونلاين اه ماشي اونلاين اه اكيد يعني مش هروح كلية ساعة بالليل اي وقت بالليل يا باشمهندس مناسب اي وقت احب بالليل احنا معاك فيه يبقى السبت الساعة 7 ان شاء الله يا جماعة هقول السكشن التاني كده برضه باشمهندس اتفضل في اخبار ان في ميد ترم ولا لغوه والله بص احنا مش عارفين لغايه دلوقتي اصلا الترم هيكمل ولا مش هيكمل ما تقدرش تلعب لقوع
فاحنا مش عارفين يعني، خليها بس كده تمشي خطوه خطوه. احنا مش عارفين اصلا انتر الكليه ولا لا. انت تعرف ان في الجدول مكتوب قاعه 3300 وشويه باين؟ لا 300 وشويه مش 3000. لا 3000 ولا ما 300 وشويه. القاعه 300 وشويه دي اساسا لسه ما اتشطبتش. لا اتشطبت، احنا رحنا بصينا عليها. يا عم انت عارف انت تعرف انت هل انت تعرف انا رحت انا بصيت عليها الاسبوع اللي انت فات. رحت بصيت على المبنى طلع ان القاعه اتشطبت. بس المبنى ما اتسلمش. المهندس اللي هناك انا كلمته قال لي ان الاسبوع ده هيتسليم، يعني الاسبوع ده اتاخر علشان مش عشان الجدول بايظ، واتاخر عشان التسليم بتاع القاعه كان الاسبوع ده. لا انا اللي سمعته اللي وصل عندي يعني ان التسليم بعد اسبوعين. لا لا انا المهندس هناك كان قال لي ان التسليم هيبقى الاسبوع ده. طب يا ريت يا عم. يا سلام. لا القاعات نظيفه. القاعات نظيفه يا باشمهندس. القاعات جديده هنجددها، احنا اللي هننجسها، احنا اللي هنعملها، احنا نفتتحها. هي قاعات كبيره بقى اكبر من تحت. هي نفس الحجم بالظبط.